إذا نبتدئ كلامنا بقولنا: باب نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا في كل ليلة. نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا في كل ليلة. الدليل من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا الحديث إخواني في الله حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه رقم 45 و100 و1000، ومسلم رحمه الله في صحيحه رقم 58 و700، بعد 68 و100. إذن إخواني في الله، هذا حديث صريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان في صحيحيهما، وهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فيه التصريح من نبينا صلى الله عليه وسلم بإثبات صفة النزول لله جل في علاه، وذلك في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل. وبناء على القواعد السابقة فإننا نقول أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه، وله نزول ليس كنزول المخلوقات، نزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأمر الآخر أننا نجهل الكيفية، فنحن نؤمن بالصفة ولا نعرف كيف هي الصفة، ولكننا نفهم الصفة. إذن ينزل ربنا
حديث صريح لا يقبل النقاش ولا يقبل التحريف. ينزل ربنا جل في علاه وعظم في عالي السماء. وهذا الحديث إخواني في الله في نفس الوقت الذي فيه إثبات لصفة الله وهي صفة النزول، فينبغي للمسلم ألا يغفل عن صورة الإيمان بهذه الصفة وهي قيام الليل، أن يقوم العبد في الثلث الآخر من الليل. فإن كنت طالب علم فقد تنشغل بالعلم كما كان ابن العربي المالكي، ولا أقول ابن عربي، ابن العربي الفقيه المالكي يدرس تلاميذه قبل الفجر بساعة موعد الدرس. ورحم الله الأوزاعي عندما طرق مرة الباب على واحد قبل الفجر فإذا بهم يقولون له نحن نيام، فقال سبحان الله ما كنت أصدق أن إنسانا ينام في هذا الوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف إذا رأينا من يتخلف عن صلاة الفجر ولا يستيقظ؟ فأولئك كانوا لا يعرفون النوم قبل الفجر. من يسألني فأعطيه، ماذا تريد؟ فالله يقول لك أعطيك، سلني في هذا الوقت، وتقول أنا نائم. لا يتصور ولم يعرف الأوزاعي ولم يتخيل أن إنسان يغفل عن مثل هذا الحديث، فكيف لو رأوا زماننا؟ لا تعرضن ذكرنا بذكرهم، ليس الصحيح إذا مات المقعد. بوب على هذا الحديث الإمام أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، المتوفى سنة 59 و200 للهجرة، بقوله باب ينزل الله إلى السماء الدنيا. ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا تصريح من هذا الإمام بهذا التبويب، لأن النص صريح ولا يقبل الخلاف في الفهم. أيضا بوب عليه، طبعا هذا التبويب في المسند الجامع، في مسنده المشهور 255، عفوا هو 255 وليس 259، قبل الإمام البخاري بسنة مات هذا العالم. وعندما وصل خبره إلى الإمام البخاري بكى وأنشد بيتا من الشعر، ثم بعد سنة مات الإمام البخاري 256، فهو نعم 255 للهجرة، مشهور جدا. كلامه هذا في كتابه المسند الجامع المشهور والمطبوع مع فتح المنان الجزء السادس صفحة 73 و500،
نقول بوب عالم آخر وهو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، بقوله باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، إذن هذا يؤكد هذا الفهم وتصريح من هذا الإمام، حتى لا يقول أحد في هذا القرن هذا الكلام لا يفهم. هذا تصريح من أئمة الدين قبل أكثر من 1000 سنة لفهمهم، وهو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا بنزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نزول لا كنزول المخلوقات، فنفهمه ونجهل كيفيته. هذا كلام الإمام الترمذي في كتابه الجامع الجزء الأول صفحة 64 و400. أيضا بوب عليه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة المتوفى سنة 11 و300 للهجرة، بقوله باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء العراق والحجاز عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة. كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 75 و200. إذن إخواني في الله، هذا كلام واضح من يشرحه، فمع كلامنا السابق وكلام الأئمة السابقين أصبح كلام الإمام ابن خزيمة واضحا جدا. من يشرح هذا الكلام من الإخوة؟ تفضل. نؤمن بما جاء بالأحاديث الصحيحة ما رواه أهل الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في كل ليلة، نؤمن بها ولا نعرف كيفيتها. نعم، إذا هذه الأخبار الواردة في إثبات صفة النزول رواها جمع من العلماء أمثال أهل الحجاز وأهل العراق، فيا من تنكرون هذه الأحاديث وتنسبون أنفسكم
إلى علماء العراق وإلى علماء الحجاز، فهؤلاء منكم هم الذين رووها، ولكنهم قبلكم ولم يفعلوا فعلكم، فحري بكم أن تسيروا على طريقهم، لأنهم ساروا على الطريق المستقيم، وسوف يتبين لمن يقف على تاريخ البدع أهمية هذه العبارة للحافظ ابن خزيمة من ذكره علماء العراق وعلماء الحجاز، لأن هناك من المبتدعة من ينسب نفسه إلى الحرمين وإلى الحجاز، ومنهم من ينسب نفسه إلى العراق. فهذا هو تنبيه يدركه من عايش تاريخ البدع. أيضا بوض عليه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300 للهجرة بقوله: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كتاب الشريعة الجزء الثالث صفحة 24 و100 و1000، أيضا بوب عليه الإمام أبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة 81 و400 للهجرة بقوله: باب إثبات نزوله إلى السماء الدنيا. وكتاب هذا العالم اسمه كتاب الأربعين في دلائل التوحيد، ذكر 40 مسألة في صفات الله، فسماه 40 في دلائل التوحيد، وذكر تحت كل تبويب حديثا أو حديثين، فلم يتكلم، بوب وتحته الدليل، فلم يكثر ولم يحشي. إذن هذا أولا، أننا وقفنا على نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا على تبويبات أهل العلم الذين صرحوا بإثبات هذه الصفة، والذي أهملناه من العلماء أكثر بكثير ممن ذكرناه. والأمر الآخر
أن هذا الحديث رواه جمع من الصحابة، كما سوف يأتي ذلك بيانه عند ذكر الملاحظات. فإذا نكتفي بنص رواه أبو هريرة رضي الله عنه، لأن من أراد أن يقتنع فيقتنع ولو بدليل واحد، ومن لا يقتنع لو أتيته بعشرات الأدلة فعندها يقال لك لست عليهم بمسيطر.